مشهد نديم وقراطي وحضاري مشرف أمام العالم أجمع يسطر من خلاله المصريون فصلا جديدا في حكاية وطن في حب مصر. هذا الوطن الأبي القوي الذي دائما ما يقف خلفه شعب مصر العظيم بوعيه واختياراته بمنتهى الحرية والديمقراطية في هذا الاستحقاق الانتخابي الأهم، انتخاب واختيار رئيس جمهورية مصر العربية في هذه التعددية الحزبية والسياسة التنافسية السياسية التي تتمتع بها الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الثالث والأخير، ساعات قليلة متبقية على التوافد على اللجان الانتخابية. وكما نتابع والصورة هي خير معبر عن أي كلمة مدى توافد المصريين في كل اللجان الانتخابية في كل محافظات مصر بجموع كثيرة وكثيفة جدا، نساء ورجال وكذلك أيضا شباب وكبار السن وذوي الهمم. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ. النائب عمرو، يعني بنرحب بحضرتك في البداية، ويعني عايزة رأي حضرتك في هذا المشهد المشرف اللي كل العالم الحقيقة بتتجه بصلته إليه وأنظاره واهتمامه إلى مصر الآن في هذا المشهد الديمقراطي اللي بيشارك فيه المصريون مشاركة إيجابية للغاية. فوز وملحمة يفكرها المصريين في التاريخ، مشاهد أكثر من رائعة وشعب مصري عظيم يبعث رسالة للعالم كله عن مدى حبه وإخلاصه وفنائه لبلده وانتمائه لوطنه وحسه السياسي على ما يحاط بالدولة المصرية. مصر النهارده فعلا على قلب رجل واحد، مصر والمصريين جميعا يشهد العالم بما يبعثوه من رسائل لها معاني ثقيله ووزن ثقيل جدا جدا، وان شاء الله باذن الله. يعني عايز اقول لحضرتك يمكن احنا النهارده على اليوم الثالث النهارده على التوالي، وشهدنا لحد يمكن امس اغلب اللجان على في بعض المحافظات امتدت لساعات بعد ساعات الوقت المحدد للتصويت بسبب الزحام الكبير على اللجان. عايز اقول لحضرتك النهارده اليوم الثالث من صباح يوم وقبل فتح اللجان حقود على مقرات الانتخابيه قبل فتح اللجان، يعني حاجه مشهد حقيقي يعني يدعو بالفخر ويدعو بالتفاؤل ويدعو بالمستقبل ان شاء الله، يعني يليق بالجمهوريه الجديده باذن الله في ظل وعي حضاري يخلص نص تاريخ مصر. حضرتك انتخبت سيادة النائب عمرو فهمي ولا لسه لغاية دلوقتي؟ ايوه انتخبت يا فندم امبارح، انا كنت امبارح الحمد لله مبسوطنا امبارح، يعني مش عايز اقول لحضرتك النهارده احنا موجودين يعني في مسيرة حاسدة، الاهالي اجبرتنا على النزول بملحمة النهارده في قرى مصر، ولكن مش في المدن، احنا في قرية من قرى محافظة الغربية تحديدا قرية بتيس فرسج المحلة. قدام حضرتك مسيرة مرة من أمامنا حالا بكل طوائف القرية من كبارها لشبابها لأطفالها، مشهد حضاري والله يليق فعلا وشمع على صدرنا. الهوية المصرية النهاردة أصبح لها ثقل ولها ثمن، يعني عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني مهما أوصف شعور جوايا بالمنظر اللي أنا شايفه حقيقي حاجة أكثر من رائعة وأكثر من منظر حضاري ورائع، يعني يعبر فعلا عن صورة المصريين الحقيقية. مفيش كاميرا النهارده اعتقد الا ونقل الصوره الحقيقيه للمصريين. ثالث يوم النهارده ما اعتقدش ان مفيش غلطه المصريين تجاوزوها. المشهد بيعبر عن كل انسان مصري ووطني شريف بيحافظ على ارضه وبيحافظ على بلده وبيحافظ على حق من قوه الدكتور كفله له، وان شاء الله باذن الله اعتقد ان ممكن يبقى في امتداد بسبب الحشود اللي احنا شايفينها النهارده والاقبال التاريخي اللي النهارده اللي على اللجان الانتخابيه. ممكن حضرتك تنقل لنا التجربه الخاصه بيك النائب عمرو فهمي في الانتخابات، ازاي انه كان في انتظام في العمليه الانتخابيه بشكل كبير جدا، وكذلك ايضا القضاء المشرفين على مختلف اللجان الانتخابيه كيفيه تعاملهم ايضا مع الناخبين والنظام عموما في كل الاجراءات الخاصه بالعمليه الانتخابيه. أنا عايز طبعا أتوجه بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على التنظيم
والجهد الاكثر من رائع، ويعني ما 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 نشهده، واكيد ما خلف الكواليس في تنظيم الهيئه الوطنيه للانتخابات. وعايز اقول لحضرتك النهارده ان حزب مستقبل وطن بتنظيمات وكوادره على مستوى نجوع مصر وعلى مستوى الجمهوريه يعني له بصمه ايجابيه اعتقد يراها الجميع. الامر الثاني ان نرى تنظيم من شباب تحت سن ال 30 النهارده هم اللي يعني بياخدوا حملات التنظيم امام اماكن الصراع للتصويت في الانتخابات على مستوى الجمهوريه، ودي يمكن لاول مره نرى الشباب تحت سن ال 30. يعني ده اكثر حاجه واكثر رساله تعبر بفرحه على مستقبل مصر وطمانينه على مستقبل مصر. الشباب الواعي اللي عنده حس سياسي وحس ثقافي وحفاظه على هويته المصريه وحفاظه على حق من حقوقه الدستور كافه للمصريين جميعا. الامر الثاني عايز اقول لحضرتك كمان توافد الاسر المصريه الاصيله باطفالها يحثهم على الانتماء الوطني، ويعني رغم صغر سن الاطفال ولكن شايف رساله الاسر بتنقلها وحابب كمان يعني ان هم يقولوا للناس كلها ان احنا باولادنا باسرنا بعائلاتنا نازلين ناخد حق من حقوقنا، نازلين نحافظ على بلدنا، صحيح نازلين نبني باصواتنا في استقرار الدوله المصريه ودعم الدوله المصريه. النائب عمرو فهمي، يعني اكيد حضرتك تابعت انه التعدديه الحزبيه وكذلك ايضا التنافسيه السياسيه هي ابرز ما يميز الانتخابات الرئاسيه 2024 من خلال المرشحين اللي باحزاب مختلفه، وطبعا المرشح المستقل يعني رئيس عبد الفتاح السيسي السيد عبد الفتاح السيسي مرشح الرئاسة. إلى أي مدى تجد أنه هذا بالفعل بيعكس الديمقراطية والمشهد الديمقراطي الحقيقي لهذه الانتخابات يعني في 2024 وأيضا لما هو قادم نحو تثبيت دعائم الجمهورية الجديدة؟ يعني حلم انتظره المصريين في ظل يعني الجمهورية الجديدة بالتعدد الحزبي والمشهد السياسي الأكثر من رائع، واعتقد ان المشهد ده المصريين كانوا بيحلموا بيه ما قبل 2050، يعني اكثر من 70 سنه المصريين بيحلموا بهذا المشهد بنراه النهارده فعلا في جمهوريه جديده تدعي بالفخر والانتماء الوطني. عايز اقول لحضرتك النهارده عندنا ثلاث مرشحين من ثلاث احزاب مختلفه، احزاب كلها بيقودها او يقود حملاتها قيادات شبابيه محترمه بفكر واعي وفكر تنظيمي اكثر من رائع. الحقيقه عايز اتوجه لهم بكل الشكر والتقدير، والحمله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهد الاكثر من رائع من قيادتها الشبابيه على قياده الحمله الانتخابيه، واحترام كافه النظام اللي وضعه الهيئه الوطنيه للانتخابات. عايز اقول لحضرتك كمان ان بشكر وسائل الاعلام انها كانت على حياديه مع الجميع، وده يمكن لاول مره بتشوف منظر يليق بشعب مصر ان كل وسائل الاعلام ادت فرصه كافيه للساده المرشحين. كل مرشح خد كفايته في عرض برنامجه الانتخابي، عرض برنامج الانتخابي للشعب المصري بكل شفافيه، والنهارده الشعب النهارده بيقول كلمته، والشعب النهارده هو صاحب الكلمه وصاحب السياده. وان شاء الله باذن الله يعني النهارده رساله حقيقي المصريين وجهوها للعالم كله وللمغرضين جوه مصر وبره مصر. ان شاء الله باذن الله المستقبل النهارده المصريين رسموه. حمل جاي تقيل جدا على الرئيس القادم بسبب النهارده الملحمه التاريخيه والشعبيه الجارفه اللي المصريين منحوها للرئيس الدوله المصريه. نعم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.